أطيب صينية جوانح بالفرن بتجنن بتجنن، بس حضروا للآخر لتعرفوا هيدي الصينية شو صار فيها. يعني أنا كيف صار معي هيك والله ما بعرف، يعني هلا عم بضحك على الموقف اللي صار. المهم تبلت هالدجاجات، التتبيلة كلها رح تبتنيها تحت الفيديو، أوكي؟ بس التبلون فيكن تنقعوهن وفيكن دغري تفوتون على الفرن. تفوتون دغري على الفرن وكانت عن جد مش طبيعية شو طيبة. بس شو صار؟ بعد ما خلصت تبلتهم وحطيتهم بالصينية وحطيت عوجنها أوريغانو وإكليل الجبل وخلصت وهيك وجيت فوتهم على الفرن. أنا لحديت هون كنت عم صور، أوكي؟ فوتهم على الفرن لبين ما أخذوا الوقت، أنا كنت صارة مضبط بي وخالصة وكل شيء. ظهرتهم من الفرن وحطيت الأكل وأكلنا وخلصنا، وأنا ناسي إنه أصلا أنا كنت عم صور كليا. أنت تذكرت بعد ما خلصنا أكل وبقي بس العظم. فأنا هلأ ناطر النتيجة منكم، جربوها وخلوني فرج المتابعين كيف النتيجة.